السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الحديث إن شاء الله رب العالمين على موضوع الأكيوت مايلوسيتيك لوكيميا. وزي ما تحدثنا المرة الماضية إنه في عندنا موليكولار بيسك للإي إم إل، وقلنا الموليكولار بيسك هذا بيندرج في عدة أوجه. ممكن يكون في عندنا مشكلة في موضوع البروليفريشن، في عندنا a lot of cells come، عندنا بصير في بلوك في الديفرنشيشن، او ممكن يحصل عندنا نوع من السبريشن للابوبتوسيس، او يكون عندنا مثلا اشياء اخرى في موضوع السيلف رينيول. دائما لهذه الخلايا بتعمل سيلف رينيول از انديفينيت. اذا العضو الاساسي بيحصل عندنا انه بيكون عندنا ما دام عندي مشكله في موضوع الديفرنشيشن، اذا الخلايا بلاست، في عندنا بروليفريشن معناته الخلايا حيكون في عندنا نمبر الوت، از ويل از عمليه الابوبتوسيس بتقدر تقول صار لها نوع من الانهبيشن نتيجه وجود انتي ابوبتيك بروتين. إذا هذا الموضوع موجود عندنا على مستوى ميوتيشن أو مشاكل بتحصل عندنا في داخل الخلية الموجودة عندنا. إذا في عندنا عدة أشياء تشترك فيها مشاكل على مستوى الترانسكريبشنال مثلا فاكتور، على مستوى فاكتورز إلى علاقة بالسيجنال ترانسدكشن في هذا الموضوع، ومن ضمنها الأمثلة اللي ذكرناهم في اللي هو الحديث السابق. بيجي بيقول لي أنا بشكل أو بآخر، طبعا الـ AML cell in general تمام، طبعا اكيد في الستيم سيل في حد ذاتها عليها طبعا ماركرز موجود. هذه الماركرز زي سي دي 34 متعارف عليه. سي دي 34 عباره عن ماركر مهم، عباره عن اديجين مولكيول على الستيم سيل. في عندنا 1 سي دي 123، هذا عباره عن ماركر بيعطي انطباع بقديش يكون في عندي انا اللي هو ميتوكوندريا، بيعمل السيننج للميتوكوندريا. في عندنا سي دي 45 له علاقه في موضوع اللي هو السيل سيجنال، وهذا بيكون طبعا في الحاله هذه عباره عن ديم يعني بكميه قليله. السي دي 38 في الحاله هذه الساعه بيكون عندي ايش؟ ليس من سي دي 38، او بقدر اقول في عندنا نيجاتيف سي دي 38 اللي هو عباره عن الماركر بتاع الميلود. تبدا الخليه تنتقل من الستيم سيل الى اللي هو ايرلي اندفرنشيتد اللي هي خلايا المايلويد لينيج، بيبدا السي دي 38 يطلع عندنا تمام في هذا الموضوع اللي هو عباره عن علامات المايلويد لينيج. الان ايش اللي بيحصل عندنا هنا؟ في عندنا سوماتيك ميوتيشن حتحصل عندنا تمام، وهذه الطفره اللي بتحصل والمشاكل اللي بتصير على هذا المستوى من خلال كروموسومال ترانسلوكيشن. الترانسلوكيشن بيلعب دور في هذا الموضوع. وفي عندنا اكزامبل في موضوع هذا الريسيبروكال ترانسلوكيشن تمام بشكل بسيط جدا. احنا عاده في عندنا بالاخص عندما نتحدث على موضوع الاكيوت مايلوسيتيك لوكيميا اللي هو عباره عن نمبر 3، في عندنا هناك بيحصل حاجه بسموها ترانسلوكيشن ما بين كروموسوم 15 وكروم 17 تمام، وهذا الكلام من خلال طبعا الكلاسيفيكيشن بتاعت الدبليو اتش او. الان هذا الترانسلوكيشن اللي حصل بين كروموسوم 15 و17 تمام اوجد لي منتج انه يكون عندي تو جينز نتيجه الترانسلوكيشن تمام، اجوا عندي نير ايتش اذر تمام، والتو جينز هذول صار لهم نوع من الفيوجن، وفي نفس الوقت اعطوني فيوجن بروتين تمام بسموه كايمريك بروتين. مين ايش اللي بصير لهم؟ بكون عندي انا في الحاله هذه جين اسمه بي ام ال جين، برو مايلوسيتيك لوكيميا جين تمام، وجين اخر اسمه ريتينويك اسيد ريسبتور الفا جين. يعني في عندي انا جين مسؤول عن انتاج برو مايلوسيتيك لوكيميا جين اللي هو عباره عن بروتو اونكوجين، از ويل از في عندنا هناك عباره عن مستقبل تمام، جين بيعطيني المستقبل او بيعطيني الالفا تشين بتاعت المستقبل بتاعت الريتينويك اسيد، واضح؟ اللي بيخلي الريتينويك اسيد طبعا يشبك على هذا الريسبتور اللي هو اليونت بتاعته الالفا والبيتا، والريسبتور هذا بيطلع منه طبعا من خلاله عباره عن سيجنال، او بيحصل عندي نوع من الاكتيفيشن بحيث انه الريتينويك اسيد بيشتغل از ترانسكريبشنال فاكتور. اذا في مشكله في اللي هو ايش؟ ارتباط الريتينويك اسيد مع الدي ان اي من خلال هذا الريسبتور. إذا هذه التو جينز تمام، واحد منهم موجود عندي البي ام ال جين موجود عندي على كروموسوم 15، وفي عندنا اللي هو ريتينويك اسيد الفا ريسبتور الفا جين تمام موجود على كروموسوم 17. الآن
في حاله ما بيحصل عمليه الترانسلوكيشن فبيجي اللي هو الجين بي ام ال جين الموجود في 15 من خلال عمليه الترانسلوكيشن بيجي ايش جنب مين اللي هو الجين بتاع الالكترونيك اسيد الفا تشين جي. فبصير في عندنا تو جينز توجذر تمام اللي هو بي ام ال داش ار اي ار الفا جين تمام. هذول الاثنين مع بعض بيعطوني از انيو جين انيو فيوجن جين وهيعطوني فيوجن بروتين تمام. فيوجن ايش؟ فيوجن بروتين. اذا هذا البروتين اللي اجى عندي من خلال عمليه الترانسلوكيشن هذا اللي هو عباره عن كومبلكس ما بين اللي هو بي ام ال والار اي ار الفا تمام الاثنين بيكونوا مع بعض اوكي. ايش هذا اللي بيحصل؟ البروتين الذي سوف ينتج تمام هذا حيعمل عمليه اعاقه لموضوع الترانسكريبشن لسيرتن فاكتورز اللي هم يعني عباره عن ترانسكريبشن الفاكتورز الذي يساعد في عمليه الديفرنشيشن للخليه. اذا هذه الفاكتورز المهمه لعمليه الديفرنشيشن هيصير في لها تحبيط في عمليه الانتاج. واضح؟ معناته الخليه هيصير عندها نوع من الستوب في عمليه الديفرنشيشن عشان في عندنا ايش؟ في عندنا بلاست. اذا هذا اللي بيحصل عندنا. بمعنى فرضا عند نقطه معينه عند جين معين اعتبره جين اكس بيحتاج هذا الجين اكس يكون موجود عندي اللي هو عباره عن ار اي ار الفا تمام وهو سب يونت بروتين عند هذه النقطه بحيث انه يصير في عندي سيجنال من الريتينويك اسيد. لكن هذا الكلام انه هذا الفيوجن جين اللي بيعطيني فيوجن بروتين بروح بقعد في هذه المنطقة المقرر يقعد فيها مين؟ الار اي ار الفا صب تشين تمام؟ فمعناته عندما هذا البروتين يتحد على قطعة الدي ان اي المقرر تكون عبارة عن منطقة بروموتر ويحصل من خلالها اوبن للجين ذات وي ار انترستد ان فحيعمل عملية اعاقة. الاعاقة من اي اوجه؟ انه عندما ياتي هذا البروتين او هذا الفيوجن بروتين هيساعد في عدة أشياء، يعمل عملية هيستون دي أسيتيليز يعني بيعمل يعني هيجي الهيستون دي أسيتيليز ويقعد على هذا البروتين يعمل له أرضية، تعال يا هيستون دي أسيتيليز واعمل لي إيش؟ دي أسيتيليشن لا اللي هو الهيستون، يعني خلي الهيستون إيش يصير دائما عندنا نوع من الكومبلكسيتي صارت فيه أو بالمعنى الأصح عاق عملية اللي هو الارتباط أو بالمعنى الأصح احنا بنعرف الهيستون لازم ينفصل عن الدي ان اي. فلما بتقل انت البوزيتيفيتي تمام بتاعت بتقلل البوزيتيفيتي بتاعت الهيستون اوكي دائما بيصيرش ارتباط بشكل كبير. والدي اسيتيليشن هي عباره عن عمليه تقليل اللي هي عمليه الارتباط عفوا الدي اسيتيليشن اللي هي عباره عن عمليه ايش خلينا نقول ارتفاع عفوا ارتباط الدي ان اي مع مين؟ مع اللي هو الهيستون. الدي اسيتيليشن ساعدت انه يكون في ارتباط جامد. اذا هذا الارتباط الجامد مش هيعمل اوبن للجين تمام؟ مش هيعمل اوبن للجين من خلال وجود الانزيم هيستون دي اسيتيليز. از ويل از انه كمان بيجي عندي اذر انزيمز موجوده عندي اسمها دي ان اي ميثيل ترانسفيريز تمام؟ او مثلا يكون عندي هيستون ميثيل ترانسفيريز يعني بيجي بيجيب لي اللي هو الميثيل جروب ترتبط الميثيل جروب هذا الانزيم اللي بيعمل عمليه ارتباط الميثيل دي ان اي ترانسفيريز ارتباط الميثيل جروب مع مثلا السي بي جي ايلاند اللي في البروموتر او مثلا بيرتبط الميثيل جروب على مين على الهيستون. هذا الارتباط في حد ذاته هيعمل عمليه اعاقه للاوبن تمام بتاعت البروموتر بحيث انه يصير عندنا انيشيشن لموضوع للترانسكريبشن للانترستد بروتين ذات وي ار انترستد ان المسؤول عن عمليه الديفرنشيشن. واضح؟ اذا هذا في عندنا صار ايش؟ عندنا اعاقه لمين؟ لهذه الجينز المسؤوله عن انتاج البروتينز تمام التي لها علاقه في موضوع الديفرنشيشن فبيحصل في عندنا ستوب في الديفرنشيشن. عشان هيك الخليه بتكون عباره عن ايش؟ بتكون عباره عن بلاست. وضحت؟ اذا هذه الميكانيزم بتاعت المولكيولار بيسك لوجود الترانسلوكيشن 15 17 تمام كروموسوم 15 وكروموسوم 17 اللي بسموه الريسيبروكال ترانسلوكيشن ريسيبروكال
الترانس لوكيشن. طيب اذا فهمنا هذا الحدوته الان في هذا الموضوع. النقطه الثانيه بيجي بيحكي لي بيقول لي انه هناك كمان يوجد اذر بروتينز، احنا ذكرنا في عن عده امثله بروتين مسؤول عن البروليفريشن فور اكزامبل زي موضوع راس بروتين. هذا راس بروتين عباره عن بروتو اونكوجين، بس نعرف بالشكل هذا بروتو اونكوجين تمام، بيلعب دور في موضوع السيجنال باثوي بحيث انه يخلي الخليه تدخل على البروليفريشن. تمام تمام. في عندنا بقول لي هنا الامر انه في عندي عده بروتينات موجودات اسمهم ان راس تمام، كي راس، اتش راس، عباره عن بروتين راس بروتين ولكن بعده اشكال نتيجه بسموها حاجه بسموها الالترناتيف سبلايسنج اللي صارت في هذا الجين. تمام. ويوجد هناك بوينت ميوتيشن في هذه البروتينات المختلفه بنسب مختلفة زي ما احنا شايفين. واضح في عندنا بوينت ميوتيشن عند حالات فوق ال 25% من الاي ام ال، بنلاحظ عندنا مشاكل على مستوى الراس بروتين. فهذه الاعاقة في اللي هو الفانكشن بتاعت الراس معناته هيخلي الخلية ايش؟ يعني يصير عندنا نوع من الكونتينوس بروليفريشن. ليش؟ لانه ربما يكون عندي انه هذا الراس بروتين عندما حصل عنده طفرة عند نقطة معينة من البروليفريشن لازم يصير له ستوب هذا البروتين. فلما بيحصل عندي طفرة فيه معناته البروتينات الأخريات اللي بيعملوا له ستوب له بحيث انه خلص يقف عن الشغل مش موجود الاريا اللي هيقعد عليها بالشكل السليم، يعني ما فيش هناك ديزاين سليم. ليش؟ لأنه صار في عنده طفرة. هذا بيخلي دائما البروتين هذا شغال عندنا بشكل أو بآخر تمام، وبيساعد في عملية انه يعمل اكتيفيشن لأذر سيجنالينج بات وي، وهيك بيحصل عندنا عمليه البروليفريشن. تمام. وهذا اللي بيحصل عندنا عمليه ايش؟ الديسريجوليشن للبروليفريشن بروسيس. اذا هذا مثال اخر. عندنا هناك امثله اخريات طبعا امثله كثيره في هذا الجانب، وزي ما احنا حكينا يعني بنتذكر يعني في الحديث السابق في موضوع البروتينز قلنا في عده انواع من البروتينات ذكرناهم. عندنا بروتينات لهم علاقة زي ما قلنا في البروليفريشن ذكرنا منهم الراس، في عندنا بروتينات لهم علاقة في الدفرنشيشن وذكرنا منهم مين؟ بي ام ال ار اي ار الفا اللي هو عندنا عبارة عن جين موجود اسمه بي ام ال على 15 وار اي ار الفا فيها، وكذلك في عندنا اذر جينز موجودين عندنا هنا سي بي اف اي ام ال، طبعا هذول عبارة عن تو بروتينز تمام جايين من الترانسلوكيشن تمام. وفي عندنا كمان مشكلة انفيرجن في المسؤولات عن الدفرنشيشن تمام. اذا هذه عبارة عن بروتينات ممكن برضو يحصل فيها مشاكل as well as في البي سي ال 2 انتي ابوبتوتيك بروتين بصير له اكسبريشن هاي، وهذا الاكسبريشن الهاي هو اللي عمل لي اللي هو الانتي ابوبتوس لهذه الخلايا. فمثال اخر له علاقة في الدفرنشيشن هنتحدث عنه، عملية طبعا يعني سهلة في هذا الجانب. بشكل بسيط انه في عندي بيحصل ترانسلوكيشن من 8 ل 21، يعني وكأنه نقول في عندنا جين بيعطيني AML1 بروتين تمام موجود عندي تمام، بصير هذا الجين بينتقل نتيجه الترانسلوكيشن بقعد عند بروتين اخر او جين اخر بيعطيني AETO، المهم عباره عن اسماء يعني مختصر لاسماء بروتينات. الان هذا عباره عن بروتو اونكوجين تمام، عبارة عن ايش؟ عبارة عن بروتو اونكوجين. هذا الوضع اللي بيحصل عندنا هذول البروتينات اوكي، انه الاي ام ال 1 بروتين هذا في الاصل هو بيرتبط مع بروتين اخر اسمه سي كابيتال بي كابيتال اف كابيتال بيتا تمام. اذا الوضع الطبيعي الاي ام ال 1 بروتين بيرتبط مع سي كابيتال بي كابيتال اف كابيتال بيتا تمام، هذول طبعا لهم علاقة انه يعمل لي الكومبلكس هذا يقعد عندي على البروموتر عبارة عن ترانسكريبشنال فاكتور سميهم تمام، او عبارة عن بروتو اونكوجين. فعندما يحصل الترانسلوكيشن الوضع الطبيعي هذا سليم تمام، انه يكون عندي هذا الكومبلكس الموجود عندي. لكن بيحصل عندي مشكلة انه جين الموجود في كروموسوم 8 اللي بيعطيني اي ام ال 1 صار له ترانسلوكيشن وقاعد عند الجين اللي بيعطيني اي تي او او تمام. فايش اللي حصل عندي انا؟ صار عندي فيوجن جين اعطاني فيوجن بروتين اوكي، فهذا الفيوجن بروتين خلى
ان في الوضع الطبيعي الاي ام ال 1 مع السي كابيتال بي كابيتال اف كابيتال بيتا هذا حيساعد انه يجي عندك اللي هو انهانسرز واكتيفيتر يقعدوا عليه ويساعد في عمليه الايش الاوبن لاذر جينز مسؤوله عنا في عمليه الدفرنشيشن. لكن اذا صار عند هذا الترانسلوكيشن اذا صار عندنا هذا الترانسلوكيشن حيكون عندنا الصوره كالتالي. الصوره كالتالي هنا في الوضع الطبيعي سي كابيتال بي كابيتال اف كابيتال بيتا مع الاي ام ال 1 يا ما احلانا بيحصل عندنا بيجي الكو اكتيفيتر بقعد عندي هذه المنطقه عند منطقه التي جي تي جي جي تي وبساعد انه اوبن لاذر جينز. تمام. اذا صارت عندي الترانسلوكيشن الخطا الاي ام ال 1 هيتحد مع الايتو ويعطيني فيوجن جين فيوجن بروتين. طبعا السي بي اف بيتا هيرتبط مع المنطقه معينه من الاي ام ال لانه زي متعارف عليه، ولكن هذا الكومبلكس من هذا البروتين حيروح يساعد في انه يخلي اذر كور ريبريسور كومبلكس تشبك على هذه المنطقه. الان لما بصير عندك كوم ريبريسور معناته الاوبن مش حيصير، معناته التارجت جين حيصير عندنا كلوز. اذا هيعمل ايش؟ هيعمل عندي ستوب في عمليه ايه للبروليفريشن عفوا الديفرنشيشن بروسيس. تمام. اذا معناته عندي انا في الحاله هذه حيكون في عندنا مشكله في عمليه اللي هو الديفرنشيشن، واضح نتيجه هذا الترانسلوكيشن اللي صار عندي. هذا جانب. جانب اخر طبعا بتقراوه في عندنا حاجه بسموها انفيرجن. احنا بنعرف عندنا انفيرجن باراسنتريك وبيريسنتريك. تمام. الانفيرجن الموجود عندي بيحصل عندنا ما بين احنا ايش قلنا الوضع الطبيعي سي كابيتال بي كابيتال اف بيتا. تمام. والاي ام ال 1 بيكونوا مع بعض. بيحصل عندنا انه بكون السي كابيتال الان احنا قلنا في الاول عندنا مشكله الاي ام ال ربطت لي مع الايتو، هذا العكس السي كابيتال بي كابيتال اف كابيتال بيتا. تمام. بيرتبط مع الام واي اتش 11 بنتيجه ايش؟ انه نفس القضيه بصير له ترانسلوكيشن لكن على نفس الكروموسوم نتيجه عمليه بسموها عمليه انفيرجن باراسنتريك انفيرجن. ايش يعني باراسنتريك انفيرجن؟ يعني بكون عندي قطعه من الدي ان اي في كروموسوم اللي هو عباره عن موجود عندي 16 عند مثلا بي 13 بروح عند كيو 22 بصير له ترانسلوكيشن في نفس الجين بسموه برا ايش؟ سنتريك انفيرجن. تمام؟ ما بين طبعا اللي هو اللونج والشورت. المهم هذا الانفيرجن اوجد لي هذا البروتين جنب بروتين اخر اسمه ام واي اتش 11. تمام. هذا نفس القضيه الكومبلكس حيرتبط الاي ام ال 1 معاه ولكن حيكون عباره عن ايش؟ يساعد انه اللي يجي عند الكور بريسور والكور بريسور هذا حيحبط اللي هو عمليه اوبن لاذر جينز او الجين ذات وي ار انترستد ان. تمام. اذا هذه عباره عن صيغ من صيغ عمليه ايش ها كيف احنا بنقدر نحبط عمليه اللي هو ايش زي ما ذكرنا الديفرنشيشن. عشان هيك احنا صار في عندنا بلاست. تمام. في عندنا ايش بلاست زي ما حصل مع الراس في عندنا ستوب للبروفريشن وكذلك البي سي ال2 ممكن يحصل عندنا ايش انكريز لها وهذه عباره عن انتي ابوبتوتيك بخلي الخليه دائما عايشه في انتي ابوبتوسيس وما يكونش عندها ابوبتوسيس. هذا بشكل مختصر نفهمه عن موضوع اكزامبلز في موضوع المولكولار بيسك للي هو الاي ام ال. حاولوا تقراوا هذا الكلام وهو طبعا بمختصر الحكي في الكلام اللي ذكرته. بعد هيك بننتقل لنقطه اخرى انه ال دبليو اتش او صار يصنف طبعا زي ما ذكرنا انه في تصنيف بقول لي في عندنا عده انواع عندنا اي ام ال زي ما احنا شايفين تقريبا في عندنا 12 نوع. تمام. undifferentiated leukemia myeloid without maturation. تمام. minimal maturation maturation promyelocytic leukemia الام 3 myelomonocytic leukemia monoblastic leukemia monocytic leukemia erythroid leukemia. يعني تحسوا كانه الخط بتاع الميلويد في عندنا اكثر من برانش في مضروب على مستوى الميلوسايت على مستوى المونوسايت على مستوى الاريتروسايت ممكن كمان على مستوى الميجاكاريوسايت على مستوى البليتلت وكذلك في عندنا كمان اكيوت على مستوى الريد بلاد سيل كمان وعلى مستوى الزينوفيل بيزوفيل اللي هم جراء. يعني هذه انواع كثيره احنا مش طور نتحدث على كل واحده من هذه الاشياء. نيجي لنقطه اخرى بقول لي على مستوى اللاب
الانيميا موجوده لترومبوسايتوبينيا، هذا كلام مش عايز نقاش. لكن ايش بيجي بيقول لي بعض احيان بصير عندنا من ناحيه النمبرنج بس انه نتيجه الفريجمنتيشن اللي بتحصل للخلايا بتاعت البلاست سيل، تمام، بيحصل عندنا نوع مش بسموها حاجه اسمها سوبيريسلي انكريز. في وين؟ في اللي هو ايش؟ البليكيت كاونت. لما تيجي تعمل بليك سي بي سي مثلا تحس انه البليكيت عالي، لكن هذا مش منطق. ليش؟ لانه البليكيتس احنا عندنا ترومبوسايتوبينيا، تمام، ولكن هذا بيكون شيء عارض نتيجه الفريجمنتيشن، وبكون عندي سمول فريجمنت من الخلايا، فبتيجي في مكان السايز بتاع مين؟ خلايا البليكيتس، عفوا البليكيتس، فبيعطيك نمبرنج عالي. اوكي، فبيجي بيعطيني بشكل عام ممكن يكون عندي الليكوسايت كاونت 5000 عند ناس بشكل او باخر. الميديان ممكن من 25 ل 40% من الناس الاي ام ال ممكن يصل اقل من 5000 لو، او ممكن يكون عندنا اكثر من 100000 بيحصل عندنا هذا الامر. يعني في عندنا عده قيم لموضوع اللي هو الوايت بلاد سيلز الموجوده عندنا. بعض الاحيان في وردان 5% هاف نو ديتكتبل ليكوميك سيلز ان ذا بلاد. The morphology of the malignant cells varies، تختلف من إلى، طبعا قلنا عندنا أكثر من sub types في هذا الموضوع، تمام. وبقول لي أكثر the white blood cell count it's elevated in more than half of patient and may exceed 100,000 في per microliter. بعض أحيان ممكن طبعا تقل عندنا بشكل أو بآخر، تمام، بعض الأحيان ممكن تكون البلاست صعب تلاقيها وممكن تلاقيها بشكل عام في هذا الموضوع. اوكي، ذا بلاست ان ذا اي ام ال تند تو بي لارجر. طبعا اكيد اختلاف الاي ام ال عن الاي ال سيلز هذا الكلام احنا حكيناه من ناحيه لارجر، من ناحيه النيوكليولاي ممكن تكون عددهم طبعا اكبر، الريجولار نيوكليوس هذا الكلام موجود، تمام. وبعض الأحيان ممكن اذا كانت الخليه مور ايرلي، تمام، يعني undifferentiated ممكن يكون عندك confusing تحتاج إلى تدعيم غير المورفولوجي في أنك تقيم اللي هو الخلايا بشكل أو بآخر، تمام. ولكن بيجي بيقول لي أنا الأور رودز هذا الفيتشر بتعطيك على موضوع، إذا جيت الأور رودز يعرف أنه أنت خلاص بعيد عن موضوع الـ ALL، والخاصية في حالات مين بنقدر نقول الـ AML نمبر 3 و 2 نمبر 2 عفوا AML 2 نمبر 2 ممكن تحس انه موجود عندي كمان عندنا اور رودز في هذه الخلايا، اور رودز في هذا الخلايا. خلينا ان شاء الله نقف هنا وبنكمل ان شاء الله في محاضرة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.